شفيش؟ شفيش يا فاطمة؟ ما في شيء. فاطمة شفيش؟ قلت لك ما في شيء. لا حلو يا فاطمة. فاطمة تكلمي الله هذا شفيش تصحين؟ مرتك الجديدة. وش فيها؟ أطق عليها الباب ولا كلفت على خاطرها ترق علي؟ يمكن نايمة ما سمعتش. لا مو بنايمة، ردت علي وقالت لي أنا مو بشقالة عندش، أنا راعية البيت وأنت اللي تخدميني. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عليه ما يخالف، صبر عليها صبر عليها فاطمة، بكرة بكرة إن شاء الله تشيل عيش الشغل كله. بنشوف. فاطمة ما تابت وعادت الموضوع مرة ثانية، لعلها تطيح الضرة المسكينة. طبعا حمد ما صدق فاطمة ومتذبها، ليش؟ هو اللي بنفسه جابن هالجرة، بس قال خلها ويقول خلها لين تصل اقصاها فاطمة هذه. فاطمة فاطمة شويش شويش يا فاطمة؟ امرتك الكبيرة الرأس، كل ما اكلمها ما ترد علي. ما عليه صبر عليها صبر عليها يا فاطمة، نشوف هالصبر لما تويها. فاطمة امرتك طولة لسان، كل ما بغيت اكلمها تنفخ علي، تتلفظ وتسب وتغلط، بس انا لان انا احبك ما ابي اسوي لك مشاكل معاها. ما عليه ما عليه العظيم. المرت اللي عقبها فاطمة وش سوت؟ قامت وانكشت شعرها وخلته شوشه، وكن واحد ما اعطن كشتها وشوشتها، وحطت عليه تراب في وجه العدو، يعني انها تراها طقتني هالضره وجلدتني وني وني وقعدت تولول. فاطمة شفيش صاير؟ انا قلت لك ان امرتك الجديده وراها مصيبه، بس تبسط قنية. صلى على محمد، قولي ايش صاير؟ عاد سوت؟ راح تكلمها كبيرة الراس، اطق عليها الباب بعنبه، ابي اتقرب منها اخر شيء تسب وتتلفظ وتلعن، طلعت طقتني ومشعلني عليها. لا 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 لا، الموضوع ما يسكت عليه، جيب العصا وتعالي وراي. انا ورش فيها انا ورش فيها انا ورش فيها، اجل تطقش؟ انا ورش فيها. تعال اخذي. ها ها برد قلبش. انصدمت فاطمة وتشنجت تقل مكبوب عليها مويت بارده. هل مشقيت نفسها عشانها هالضرة؟ هل اللي سافر لها حمد؟ آخر شي صارت جرة، ولا والله بلمت وتبرطمت. طبعا حمد يضحك، هو عارف انها مهي بصابرة، لكن فاطمة ما تلام. اللي خلاها تسوي هذا كله من بداية المشورة وهالموضوع، أولا محبتها وعشقها القوي الحمد، والأمر الآخر اللي خلاها تنتكس اللي هو غيرتها اللي مات ولامت.